السلام عليكم، مرحبا بكم خاوتي في قناتنا الرياضية، مرحبا بكم لي زابوني تاعنا، مرحبا بكم الناس الكرة، ان شاء الله تكونوا بألف خير ان شاء الله. المهم اخبار جياسكا، وصول اللاعبين الحمد لله وصلوا على خير الى الجزائر بعد ما كانت الرحلة الى تونس ومن بعد جاوا لهنا. المهم بعد ما فازونا على الجيش الملكي، لانه الموضوع تاعنا مش هذا، هو ناتكم لجوار وصلوا بألف خير، لانه بالك الكل شاهد في القنوات الرياضية تاعنا في الجزائر. المهم وصلوا الحمد لله. الموضوع تاعنا انه شبيبة القبائل ما بعد الفوز، ما بعد الفوز واش لازم ندير؟ لازم احنا دائما كمحللين وكمد راينا وكجمهور محب لهذا الفريق، لازم نمد راينا، لانه كثير يظن بلي انه شبيبه لما فازت بالمقابله بلي راح تجي تلقى هنا الساهل او تلقى الجيش الملكي الساهل بار اكسبيريونس. الجيش الملكي سيتان غروندي كيف في المروك، ولازم دائما من المنبر هذا لازم ننبهوا على الحذر، دائما الحذر والحذر، لانه شاهدنا بار اكسبيريونس ما شاهدنا في مباريات سابقه ومباريات عديده، لما كان الفريق يجيب الفيكتوار، اي فريق في الموند يجيب نتيجة ايجابية، فوز من خارج الميدان، لما يرجع الميدان يقدر يخسر ويتليمينا. احنا من المنبر هذا لازمنا ننوهو ونبقاو نحكيو حتى يصل، حتى يكون صوتنا صدى للجميع. وانا نظن باللي دوك نقول لكم التصريحات تاع ياريشان وتصريحات تاع بن سايح والغاشي واعي، اللاعبين واعيين والمدرب راه واعي والبريزيدون راه واعي. نحكيو على بن سايح اللي قال يجب تأكيد فوز المغرب بالتأهل، ما قالكش بالفوز، بالتأهل. وهذا تصريح جميل من لاعب واعي، كابيتان ديكيب، مسؤولية كبيرة عليه. قالك بالتأهل لأنه التعادل يقدر يأهلك، هذا هو. الحمد لله ما قلناش نتيجة غير أسماء نتيجة، ولكن هو قال في التصريحات تاعو لو تبعوها قال كي شغل بياج هذه النتيجة. احنا لازم نكون واعيين واللاعبين على بالهم واش قاعدين يقولوا. لذلك حبيتنا نهضر وندير فيديو كيما هكا، لأنه قلنا بزاف دي ماتش اللي والله يديروك شوك، تقول صاي سي بون ضمننا النتيجه، ومن بعد في الروتور تولي حكايه اخرى. ربما ما على باليش انا، اللاعبين الادفيرسير يجي متحمس اكثر، موتيفي، يقدر يخلق لك صعوبات لهنا، ما ادريش. احنا هكا لازم الحسابات بكل. قال لكم بن سايح انه النتيجه راهي تعتبر بياج ورغم الفوز، لكن لازم نأكدوا التأهل، وهذه هي النظرة الصحيحة وهذه هي الإجابة الصحيحة. الحمد لله اللاعبين مواعون، احنا مش قاعدين نهضروا هكا، على بالي باللي لونتينر اللي في صورة راهو على باله واش كاين واش ما كانش، وعاش مراحل كثيرة من مباريات كثيرة خلاته يكسب الإكسبيريونس. نوليو لتصريحات يا ريشان، قال لك التأهل مازال ويجب علينا نزيدو ونخدمو، هو على باله وموتيفا لجوار تاعو وحمسهم، وكما قلنا بالك عطاه مبلغ معتبر، مبلغ على الأقل يخليهم يبداو مش شامبيون، يبداو لونطين متحم الجاية بفرحة، ويبداو يخدمو ويمدو أكثر وأكثر، ولما لا اللي ما كانش في المستوى يزيد يحسن من المستوى تاعو. والحمد لله والله شفنا لاعبين بزاف في المستوى، كاين الكثير اللي قال لك على التنسيق وكذا، هذيك ما نخرجوش من الحكايه فقط، ولكن التنويه برك. بزاف لي كومونتي وقال لك وما كانش تنسيق بين اللاعبين وكذا، سي نورمال. كرة القدم لازمك تتعلم، حتى ما تعرفش انه كرة القدم كيف تلعب وكيف طريقة اللعب وكيف طريقة توزيع اللاعبين، وكتاه يكون تنسيق وكتاه يكون تناسق بين اللاعبين ومتى وكيف. هادو تقريبا جاب لك 16 ولا 17 جول صح، هما تاع العام الماضي، ولكن التغيير في كل شيء، تغيير في
في العقليه، تغيير في الاداره، تغيير في المدرب، تغيير كذا باه تجي اللمسه. وبعد غياب تسمى ابصر قداه رتحوا، او ميم طون باه تجي اللمسه، راهي مش هكاك من الماتش الاول صدقني. باللي اللي يعرف البالو نورمالمون والله ما يكومونتي الكومونتير هذا. انا حبيت نوه تنويه هكا نوليو الهضره ديالي شان قال لك التاهل مازال ويجب علينا نزيدوا نخدموا، لازم خدمه كبيره ومازال، والتاهل مازال صح، ولازم نلعبوا على العقل للعقل باه نفوزوا في المباراه هذه، باه نقدروا نتاهلوا عن جداره وتاهل عن استحقاق. احنا هنا ننوهوا ثاني الحاجه، رانا مع الفوز هذا والفوز الثمين خارج الديار وهدف مقابل صفر وما انكسيناش، وهذا جميل جدا جدا جدا. وبربي ان شاء الله نتاهلوا، لانه قلت لك حنا من عامل مفاجاه برك، خايفين الخوف من عامل مفاجاه هذيك الحذر المطلوب. وهذه ربما انا كمحلل والله كسيبورتير ربما نحكي بالعاطفه ونحكي كذا، على بالنا بلي المدرب راه واعي ولي جوار راهم واعيين، ولكن نحكيو كسيبورتير وعاطفيا. وهذه هي فريقنا، لازمنا نهضروا عليه، لازمنا نحكيو على شبيبة قبائل. اللي ما يحكيش على شبيبة قبائل لمن تحكي؟ لانه احسن فريق. شفنا بعض الكومونتير والله لا العظيم ما همش ما يسيبورتيو شبيبة قبائل، ولكن قال واحد الهضره جميله جدا جدا. قال لك خرج واحد العقليه تاع كاين سيبورتير تسب هكا، خلاتنا نبعدوا الفريق هذا رغم اننا محبين لفرق اخرى، ولكن كنا نصفقوا بزاف عليه ونحبوه كي يلعب خارج الوطن، لانه كان يشرفنا خارج الوطن. هذه هضرة عجبتني بزاف 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 بزاف، لذلك نوصي الجمهور تاعنا هذا مي الهضرة كي يودي كومونتي وكذا ما يخليش ما يهربش الجمهور واحد اخر، رغم انه جمهور هيك فيها صح، ولكن عندما يكون لديك محبين تأكد من انه تزيد قيمتك يكون شأنك كبير إن شاء الله، كما سيشرفنا هذه شبيبة قبائل راح شرفنا هذا العام من هذا المنبر. هذا وعد مني بربي إن شاء الله، لأني خيالي هارب بعيد، لازم هارب بعيد وتخمامي راهو بعيد، ما يخممش غير في الماتش هذا والله مقابلة اللي جايين. تأكدوا مني شبيبة قبائل من هذا الرجل قاعد يقول لكم باللي أني راح نديروا حاجة، خليهم يخدموا برك. وصينا في فيديوهات قلنا لما العمل كي يكون في صمت راح ينجح العمل هذا، وشبيبة قبائل راهي قاعده تعمل في صمت وسينجحون، لانه الفيكتيف رغم كل شيء سيكون له شان كبير ان شاء الله. هذا هو شنا نديروا الفيديو هذا، لانه حابين يوصل الصوت تاعنا يكون صدى للنجاح ان شاء الله، لانه على بالي بلي المدرب راه هو واعي وكل واعيين. إن شئنا نهضروا برك على الجمهور وتحليلنا، إن شاء الله يكون عجبكم التحليل تاعنا. ما تنساوش كومونتيونا يا جماعة، ما تنساوش تابونيونا في القناة، نحن بحاجة إلى دعمكم. نشكركم المنبر هذا، عندي ديزابوني ديما نشكرهم في الأخر، لكن قاعدين يكملوا، اللي قاعد يكمل يسمعني ديزابوني تاعي قوة عظمى، الله يا ربي يبارك فيهم إن شاء الله، إن شاء الله ننجحوا هنا وهما إن شاء الله في هذا النادي إن شاء الله. المهم ما تنساوش يا جماعة دعمونا، ديروا لنا لايك. تدعيمكم مفيد لنا إن شاء الله، مع فيديو جديد إن شاء الله. سلام خاوتي.